اعلنت حركه حماس وجيش الاحتلال الاسرائيلي استمرار الهدنه المؤقته في غزه وقالت حماس انه تم الاتفاق على تمديد الهدنه ليوم سابع بينما قال الجيش الاسرائيلي ان استمرار الهدنه جاء على ضوء جهود الوسطاء لاطلاق سراح المزيد من الرهائن في القطاع وقالت اذاعه الجيش الاسرائيلي ان المفاوضات لا تزال مستمره وهناك احتمال بان تقدم حماس قائمه جديده تفي بالشروط بدورها قالت وسائل اعلام اسرائيليه ان تل ابيب استلمت قائمه جديده معدله للرهائن من حركه حماس